هلا بكم شباب، كيف الحال؟ معكم السابي في انبوكسنج ثاني، واليوم بنسوي انبوكسنج حق سايث بيج شوريكن 2 ريفيجن بي. ريفيجن بي معناته هاي التعديل الثاني على هاي الجهاز. البيج شوريكن 2 هو مشتت تبريد بارتفاع 58 ملم فقط، فمعناته هاي مشتت تبريد تقدر تركبه في تقريبا اي كيس صغير حق الكيسات اللي اصغر وما فيها مساحة وايد. لكن الفرق بينه والاجهزة الثانية اللي بحجمه ان قدرة التبريد حق البيج شوريكن هائلة. خلينا نبطل بوكس ونشوف الاشياء التي مع البيج شوريكن 2. اول شيء عندنا المذر بورد باك بليت، وهاي الشيء يركب ورا المذر بورد عشان انه وزن الكولر ما يروح على المذر بورد نفسه لكن يروح على الباك بليت. بهاي الطريقه المذر بورد ما ينحني او ينكسر مع الوقت. طبعا مع بعض الكولرز يجي بعد الماونتنج براكتس، وهاي الماونتنج براكتس عشان ان الكولر نفسه يركب عليه. والفكره ان الماونتنج براكتس حق عده مذر بوردز، اذا عندك 1155 ولا عندك AM3 ما يهم، استخدم واحد من البراكتس وتركب عليه الكولر. وشال العقبه اللي معاه بعد البراغي والاكسسوارات اللي بتحتاجها عشان تركب الكولر. طبعا الشيء الغريب ان شفت الثيرمال كومباوند او الثيرمال بيست، وهي الماده اللي تروح بين المعالج والكولر، حاطينها في تشيس وبطريقه غريبه. حسيت انه شوي مو حلوه الطريقه لان بلعوزك وانت تخلي الثيرمال بيست. طبعا كل جهاز تبريدي مع باك بليت غير او ماونتنج براكتس غير، ففي طريقه تركيب حقها، وطبعا هي الانستليشن جايد معاه عشان يعلمك شلون تركب القطعه على مختلف انواع المذر بوردز من ال 1155 الى ال AM3. خلينا ننتقل حق جهاز التبريد. اول ما شفت جهاز التبريد حسيته ضخم صراحة، ما توقعته بهاي الحجم. هو وايد عود حجمه، نفس ما تشوفون المروحة 120 ملم، معناته حجمها وايد عود. هاي الحجم يجي في الكيسات عادة او اجهزة التبريد اللي وايد حجمها اكبر من حجم هاي الجهاز التبريد. فخلينا نقارن البيج شوريكن 2 مع كم جهاز تبريد ثاني. اول شيء عندنا جهاز التبريد من شركة انتل اللي يجي مع كل معالج تقريبا، وهو الجهاز التبريد اللي معتادين نشوفه على اليمين كلش. هالجهاز تشوفون حجمه كلش صغير بالنسبه للباقيين. بعدين في الوسط نشوف الارتيك فريزر 11 LP، حجمه شوي اكبر من الانتركولر ومقدرته على التبريد وايد اكثر. البيج شوريكن نفس ما نشوف حجمه وايد اكبر من فوق. والحين خلينا نقارن الاجهزه من على صوب. نشوف ان اول شيء الانتل كولر هو بيكون انزل من الثانيين لما يتركب في المذر بورد. بعدين عندنا الارتيك فريزر 11 LP شويه ارتفاعه اكثر، والبيج شوريكن بعد شويه اكثر نفس ما تشوفون مقارنه بيدي. وهاي الشيء اللي بيسمح حق البيج شوريكن 2 يركب في معظم الاجهزه. قليل من الاجهزه اللي بهاي الحجم فيهم هيت بايبس، لكن البيج شوريكن 2 فيه 4 كوبر هيت بايبس، وهاي الشيء بيساعد في تبريد المعالج. تصميم البيج شوريكن 2 يسمح حق اكثر كميه هواء تمر على هاي الكوبر هيت بايبس. ومن الاشياء المهمه ان المكان اللي بيركب على المعالج لازم يكون ما في اي شوائب، نفس مشاكل التصنيع او الخدوش. ومثل ما تشوفون البيج شوريكن 2 نظيف 100%. طبعا مروحتي مع الفور بين كونكتر اللي يركب في المذر بورد، والفور بين كونكتر هو الشيء اللي بيسمح حق المذر بورد انه يتحكم بسرعه المروحه على حسب درجه حراره المعالج. فاذا المعالج عندك ما صار وايد حار، المروحه بتدور بشكل بطيء والمروحه حجمها عود، فما بيكون وايد صوت على البيج شوريكن 2. حاولت ادور اونلاين على مقدره التبريد حق البيج شوريكن 2 لكن ما لقيت شيء. اتوقع البيج شوريكن 2 يقدر يبرد شيء تقريبا 80 واط، معناته نفس الاي 7 4770K. ان شاء الله عجبكم هالانبوكسنج، وخلينا ننتقل الى مقطع الجيفاوي، وان شاء الله بنسوي اعلان حق الفائزين في الجيفاوي على يوم الجمعه او السبت. ان شاء الله استمتعتوا بهالفيديو شباب. احنا بنسوي جيفاوي حق بعض الاكواد حق العاب هوكن وجوست ريكون اونلاين. هالالعاب هي العاب فري تو بلاي، معناتها تقدرون تنزلونهم تلعبونهم ببلاش بدون اي حدود. لكن احنا اللي قاعد نسويه قاعد نعطي اكواد يسمحون لك انك تحصل فلوس كانك دفعت فلوس صج داخل اللعبة، 15 دولار 25 دولار داخل اللعبة تشترون أشياء براحتكم. كل عليكم تسوونه تسوون كومنت في الفيديو ذي، وإحنا إن شاء الله بنختار اثنين من كل فيديو بشكل عشوائي ونعطيهم الجيفاوي.